وقع كل خير. اليوم انا في ماجيكال ويدينغ، هذا الحدث اللي كيهتم بكل ما يخص العروس وكذلك الاعراس المغربيه، لا من ناحيه اللباس ولا من ناحيه الاجواء ديال الاعراس المغربيه. ما شاء الله كنشوفوا داك الشيء غادي في تطور وغادي في ابداع، لا من ناحيه لا ديكو ولا لي ستيليست كذلك اللي حاضرين اليوم تبارك الله عليهم. والحمد لله محبه الناس اولا، هذه بالنسبه لي اهم حاجه. ثانيا اكيد بما ان حساباتي من الحسابات الاوائل سواء بالمغرب او بافريقيا، فاكيد المعلنين كيهمهم ان الحسابات تكون كبيره واكيد تكون حقيقيه، وهذا هو الاهم. فانا هذا الشيء كله اكيد بسبب محبة الناس والجمهور اللي كنبغي نوجه لهم تحية كبيرة. من الناس اللي كيبغيوني الحمد لله، أنا أي لقب كيجي من الناس كيبغيوك كيعجبك، الله يخليني دائما في الصورة المطلوبة أمامهم، ونكون دائما سندريلا بأفعالي أهم من الجمال ولا من أي حاجة. الأخوة بزاف كيقولوا أنا علاش نتشابهوا، بزاف سي فغي تنتشابهوا، مع أنه أنا وياه ما كيبانش لنا حنا كنتشابهوا. لا بعيدة علي، بعيدة على الغناء. لا والو. لا أكيد صوتها زوين، والله صوتها زوين. ما هي ما بغاش تشجع أصلا، ما بغاش، هي كيعجبها الميك اب أكثر، كل ما يخص الجمال كيعجبها أكثر من صافي كتعجبها أختها هي، بارك عليها تكون مغنية. صوتها، الأخلاق ديالها، كل شيء. ما نقدرش نشكر لك اختي. كل شيء فيها غزال. والله يوفقها. وانا بالنسبه ليا واخا بيناتنا غير عامين، بالنسبه ليا راه بحال بنتي. ديما الاخ الكبير ولا الاخت الكبيره كيكونوا الخوت اللي صغار منها كيكونوا عندها بحال ولادها، سواء هي سواء خوتي الاخرين. نبغي نشوفهم دائما يعني يحققوا احلامهم، وبغي دائما نشوفهم الفوق يا ربي. شكرا. اولا شكرا للاشواق لانكم دائما كتكونوا متواجدين معايا، شكرا لكم. وتابعوا دائما جديد واخباري على موقع اشواق.